السلام عليكم دستور، من قناة دستور على اليوتيوب. معنا فيديو مقارنة بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي. يا ريت بعد انت بتشوف الفيديو وتضغط اشتراك، عشان اليوم عنده مش في دعم خالص، يعني بقالي يجي 15 فيديو مش في مشتركين ولا في لايكات. يا ريت بعد انت بتشوف الفيديو وتضغط لايك وتضغط اشتراك. بدأنا الفيديو مقارنة مصر وإسرائيل. هنبدأ دلوقتي مقارنة بكل التعب. الترتيب على مستوى العالم هتكون مصر تتفوق في المركز التاسع وإسرائيل في المركز ال 18، يعني مصر متفوق عليها ايه بكتير. برضه نخش في المعلومة. المجموع لكل السكان مصر حاليا 99 مليون، بس هذا الوقت ايه مش عارف 100 مليون دي، مش عارف دي 48 ألف كده. عدد السكان مرة ايه صغير، مصر تتفوق برضه عدد السكان 48 ألف. الصالحين للخدمة مصر حاليا 36 مليون، إسرائيل حاليا 3 مليون. يبلغ الخدمة سنويا 1,500,000، وفي الجانب الإسرائيلي 12 ألف عام الخدمة السنوية. المجموع لكل الجنود 92 ألف، والمجموع الكل للجنود الإسرائيل 61 ألف. عدد الموجودين في الخدمة مصر حاليا 440 ألف، وإسرائيل حاليا 170 ألف. عدد الاحتياط مصر حاليا 400 ألف، وإسرائيل حاليا 400 ألف برضو. المجموع كل للطائرات الحربية مصر حداها 1000 طيارة، وإسرائيل حداها 500 طيارة. الطائرات المقاتلة مصر حداها 215، إسرائيل حداها 260. الطائرات الهجومية مصر حداها 88، والطائرات الهجومية الإسرائيلية 18. الطائرات النقل مصر حداها 59، مصر تفوق فيها، وإسرائيل حداها 15. الطائرات التدريب مصر حداها 380 طائرة، وإسرائيل حداها 154. مجموع طائرات الهليكوبتر مصر حداها 290 طائرة، والجانب الإسرائيلي 140 طائرة. طائرات الهليكوبتر الهجومية مصر حداها 81، المطارات الصالحة للخدمة مصر حداها 83، والمطارات الصالحة للخدمة لإسرائيل حداها 47. المجموع القطع البحرية مصر حداها 316، وإسرائيل حداها 65، مصر تفوق برا. حملات الطائرات 2 وإسرائيل 0، مصر تفوق برضه في المجال البحري. الفرقاطات مصر حداها 7 فرقاطات، تفوق برضه وقع على إسرائيل. الغواصات حداها 15 غواصة، أما إسرائيل حداها 5 غواصات، مصر برضه تفوق في الجانب البحري. الطرادات مصر حداها 7 وإسرائيل حداها 4، مصر برضه تفوق فيها. مدمرات مصر مش حداها ولا إسرائيل حداها مدمرات. سفن الغام 31، وإسرائيل عندها 0. منشات الدوريات مصر عندها 45، وإسرائيل عندها 45. دبابات القتالية مصر عندها 4200 دبابة، وإسرائيل عندها 2700 دبابة. بطاريات الصواريخ مصر عندها 1000 بطارية، وإسرائيل عندها 100 بطارية. المدرعات القتالية عندنا 11 ألف مدرعة، وإسرائيل عندها 10 آلاف مدرعة. مدفعيات صح، مصر حداها 2000 مدفع سحب. مدفعات ذاتية مصر حداها 1100، وإسرائيل حداها 650، مصر تفوق في المدفع الذاتي. برميل الإنتاج النفطي مصر حداها 5 مليون متر، مش عارف والله البرنامج ده برضه إيه، واحد مش مبرمج. استهلاك النفط نصف. قسم زر الاشتراك نصف. 1000 مشترك واضغط لايك نصف. الأكبر على الكونت، ومع السلامة.